السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نتشارك معكم حلوة بسيطة دواز اتاي، مكونات اقتصادية ومتوفرة وكتجي رائعة في المذاق، هشيشة ومقرمشة. خليكم معايا وأكيد غادي تعجبكم. في المكونات غادي نحتاج بيضة، كاس ديال السنيدة، كاس ديال الزيت، غنحتاج معلقه كبيره ديال الزنجلان، شويه ديال الزبيب قطعته هكا. غادي نحتاج الكونفيتير اللي غندهن به. عندي هنا كاوكاو محمر ومهرمش. غادي نحتاج كيس من سكر فانيلا، كيس من خميره الحلوى، والدقيق حسب الخليط. ما ننساوش كذلك شويه ديال الملح. نزيد الفاني، وغادي نزيد الزنجلان والزبيب. غادي نبدا نزيد في الدقيق بالتدريج، ولكن العجينه خاص تكون مرخوفه ما تكونش قاصحه. نزيد كذلك خميرة الحلوى، حطيت هنا لاطا، غنلفتها بابي كويسون، غادي ندهنها بالزيت. وغادي نسرح فيها هاد العجينة.
هاد العجينه ما سرحتهاش كامله في هاد اللاطه حيت جاتني صغيره، خليت واحد شويه ومنها ما بغيتش تجيني غليظه حيت ديجا فيها خميره ديال الحلوه والكميه ديال الدقيق قليله. بعد ما سرحتها غادي ندهنها بالكونفيتير وغادي نزيد عليها من الفوق كاوكاو. بعد ما سرحت عليها الفول السوداني ضغطت عليه شويه بيديه باش نثبتو، وغادي ندخلها للفران يكون سخون. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفران وقطعتها، كتجي لها الشكل هذا. بالنسبه للعجينه الثانيه خليتها شويه غليظه، ولكن انا كنفضلها كتكون رقيقه كتجي مقرمشه اكثر. هذه اللي كتجي رقيقه كتجي معلكه وكتجي مقرمشه. وهكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وتجربوا هذه الوصفه هذه اللي فعلا كتجي رائعه، وكما شفتوا مكوناتها اقتصاديه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.